تجمع عشرات العالقين اليمنيين في مصر أمام مكتب طيران اليمنية في القاهرة لتجديد مناشداتهم الحكومة والسفارة اليمنية بسرعة إعادتهم إلى أرض الوطن. ولا تزال الحكومة تماطل في إعادة العالقين بالرغم من مطالباتهم المتكررة في عدد من دول العالم منذ نحو 3 شهور بإعادتهم إلى أرض الوطن. وكشف مصدر في الخطوط الجوية اليمنية عن تأجيل رحلات إعادة العالقين في مصر والهند إلى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد. المصدر أفاد أن التأجيل جاء نتيجة عدم قدرة مطار سيئون على استقبال أي رحلات جديدة بفعل تأخر وصول وقود الطائرات في المطار. وكانت أول رحلات إعادة العالقين اليمنيين قد دشنت الخميس يوم 28 من مايو 2020 من العاصمة الأردنية عمان إلى مطار سيئون الدولي. وما زال آلاف اليمنيين عالقين في مصر والهند والأردن والسودان منذ بدء الإجراءات الاحترازية الحكومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا. راكنين بين عيالهم ساكنين في بيوتهم، والناس الذي هم يوم عرض العراق إنهم مكسرين إنهم معودين ومبهدلين في الشوارع. إيش من حكومة يمنية إيش يفعلوا للشعب طالما ما يحبوا الشعب ولا يهتموا بالشعب؟ على أي أساس إن إحنا نعتبر من الشعب اليمني؟